أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي العرش المجيد الفعال لما يريد المنتقم لمن عصاه بنار الوقيد المنعم لمن أطاعه واتقاه بجنة لا ينفد نعيمها ولا يغيب. سبحانه وتعالى هو عالم الأسرار وغافر الأوزار ومنجي الأبرار ومهلك الفجار. سبحانه هو المعبود وهو المقصود، يعلم دبيب النملة السوداء في الليالي السود، ويسمع حس الدود في خلاء العود، ويعلم عدد ضربات القلب في الهبوط أو الصعود. هو الأول بلا بداية وهو الآخر بلا نهاية، وكل ما سواه مقصود. الماسك السماء بقدرته ومشيئته أن تقع على الأرض فلا تسطع ولا شقوق. قدر الأرزاق لمن أطاع ولمن عصى، فالكل بفضله ومن فضله مرزوق. إلهي جئتك سائلا من قبل أن ينطق لساني، واليوم جئتك سائلا مستغفرا، شيء بقلبي للهدى ناداني. عيناي لو تبكي بقية عمرها لاحتجت بعد العمر عمرا ثاني. فارحم بفضلك توبة القلب الذي قد جاء هربا من دجى العصيان، وآمن بعفوك إن عفوك ربي يعيد نبض النور في الإنسان. وصلاة وسلاما على من ختمت برسالاته الرسالة وفرح به الأرض والسماء بمولده، صلاة وسلاما على النبي الكامل والسراج الشامل صاحب الحوض المورود والمقام المحمود والموقف المشهود، سيدي يا رسول الله. وأنا واقف بين يديك ماذا أهدي إليك، وكل شيء قليل عليك ولم أجد إلا الصلاة عليك. فاللهم صلاة وسلاما دائمين متلازمين عليك سيدي يا رسول الله. حقا أبكي لبعدي عن مقام محمد، فمتى تنال الروح طيبة وصاله؟ قد هالني شوق وسالت عبرتي، والقلب زاد متيما بجماله. يا راحلين إلى المدينة بلغوا مني السلام لأحمد ولآله. أيها الإخوة المؤمنون، تحية من عند الله مباركة طيبة نبثها لحضراتكم في هذا اللقاء القرآني التي أقامته أسرة الفقيد الراحل عمدة العمد ورمز الواجب والأدب في كل مكان، الذي عاش الحياة بحلوها ومرها وصبر على مرضه، كان نعم الزوج لزوجته ونعم الوالد لأبنائه، وشهد هنا الجميع له بالخير، ورحل إلى ربه في شهر رجب المحرم. الله أسأل أن يجعل كل ما يتلى في هذه الليلة القرآنية المباركة
نورا يتقاتر على قبره، وأن يكون إلى جوار النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، ومشاركة إلى عمدة العمد، عمدة قرية قرنش ومركز بسيون، الحاج سعيد سليمان الأقرع، مشاركة إلى المهندس علاء سعيد الأقرع، المهندس حسام سعيد الأقرع، مهندس سليمان سعيد الأقرع، أستاذ أحمد سعيد الأقرع، الأستاذ محمد سعيد الأقرع، حاج فرق سليمان الأقرع، حاج عبد الفتاح سليمان الأقرع، حاج أحمد سليمان الأقرع، وجميع عائلات الأقرع وأنسابهم وأقاربهم بقرنش مركز بسيون غربية، يتقدمون جميعا بخالص الشكر والتقدير إلى كل القيادات الشعبية والقيادات التنفيذية والسياسية، وإلى كل من جاء وشارك واجب العزاء. ولقد استضافت العائلة علم كبير من أعلام اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي، ملك المقامات ومحرك القلوب وأكثر القراء شعبية دولية، والذي سنسعد به إن شاء الله تعالى في فجر الجمعة القادمة، مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، في قرآن الفجر فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرك، القارئ والمقيم بمدينة القاهرة، مشاركة مع الهندسة الصوتية والمعرض الفن الإضاءة الحديثة وأفخم محطات ديزل كبرى قصور أضيافة المتنقلة، تحت إدارة أولاد الحاج السيد حماد المقيمين بقرنشو، عبر أثير شاشات الإنترنت العالمية، إدارة المهندس إبراهيم عوض أولى مصور الحفلات الدينية. أخوتي الإيمان والإسلام، ولن نعيش مع هذه التلاوة القرآنية المباركة وفضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرك، سائلين الله عز وجل له التوفيق والسداد ولنا حسن الاستماع، فليتفضل صاحب الفضيلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الهرم كده تعرف يا شريف، خلي الهرم من صوت نفس الصوت بس كده لوحده تعرف كده لوحده تعرف يعني من بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب يا رب لنا ولكم إن شاء الله. يا الله. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. يصبر كده العيب، يصبر الله يهديك. وفي وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين أعدت للمتقين وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ للمتقين الذين ينفقون في السراء
والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله
ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاء مغفرة من ربهم وجنات أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها جزاء قد خلت من قبلهم سنن قد خلت من قبلهم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين
ولا تهنوا ولا تحزنوا ولا تهنوا ولا تحزنوا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلى مؤمنين. وتلك الأيام نداولها بين
وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منهم شهداء. والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين.
وسيجزي الله الشاكرين. وما محمد إلا رسول صلى الله عليه وسلم. صلوا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله. كتابا مؤجلا وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤتي منها ومن
يرد ثواب الآخرة نؤتي منها وسنجزي الشاكرين. شاكرين الحمد لله وشكرا عليك يا مولانا الحمد لله وشكرا الله. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا يا رب يا رب اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وثبت أقدامنا
يا رب. وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وما كان قولهم إلا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. فأكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان. قوم قد اختار الإله قلوبهم لتسير من غرس الهدى بستانا. زرعت حروف النور بين شفائهم فتطوعت مسكا يفوح بيانا. رفعوا كتاب الله فوق رؤوسهم ليكون نورا في الظلام فكانا. فسبحان من وهب الأجور لأهلها وهدى القلوب وعلم الإنسانا. عشنا واستمتعنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة العطرة التي كانت من سورة آل عمران وكانت متابعة لفقرات هذه الليلة القرآنية المباركة والتي نكرم فيها عمدة العمد ورمز الواقف في كل مكان. الله أسأل أن يجعل هذه التلاوة نورا يتقاطر على قدره وأن يكون إلى جوار النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. التلاوة كانت بصوت العلم القرآني والإذاعي الشهير قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي
فضيلة القاري الدكتور عبد الناصر حرق ملك المقامات ومحرك القلوب، القاري الذي شرف مصر والعالم الإسلامي في المحافل الدولية والأكثر شعبية دوليا، والذي سنسعد به إن شاء الله تعالى في قرآن الجمعة في قرآن الفجر الجمعة عبر أثير موجات إذاعة القرآن الكريم من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، مشاركة مع الهندسة الصوتية والمعرض الفني لإضاءة الحديثة قصور أضياف المتنقلة أفخم محطات ديزل الكبرى وأفخم الخدمات الفندقية الممتازة تحت إدارة أولاد الحاج سيد حماد، أولاد الحاج سيد حماد المقيمين بقرنش ومركز بسيوم محافظة الغربية، عبر أثير شاشات الإنترنت العالمية أولى مصور الحفلات الدينية البشمهندس إبراهيم عوض المقيم بمدينة طنطا وصاحب الموقع الإسلامي الكبير على شبكة الإنترنت، أسرة الفقيد الراحل عمدة العمد عمدة قرية قرنشو مركز بسيون الحاج سعيد سليمان لقرع، يتقدم المهندس علاء سعيد لقرع، مهندس حسام سعيد لقرع، المهندس سليمان سعيد لقرع، أستاذ أحمد سعيد لقرع، أستاذ محمد سعيد لقرع، حاج فرج سليمان لقرع، حاج عبد الفتاح سليمان الأقرع، حج أحمد سليمان الأقرع، وجميع عائلات الأقرع وأنسابهم وأقاربهم يتقدمون جميعا بخالص الشكر والتقدير إلى كل القيادات الشعبية والقيادات التنفيذية والسياسية وإلى علماء الأزهر ورجال الأوقاف.